اليوم حبينا نطلع من مجلس متميز أيضا، إنه مجلس سعادة خليفة مفتاح الشامسي في منطقة نعمة أو زاخر يسمونها. في هذا اللقاء أيضا هناك مفاجآت لكم مشاهدين الأعزاء، معانا بيكون ضيف شرف فنان ومنشد وقارئ قرآن، إنه سلطان بن علي البلوشي. تابعونا في هذا التقرير المميز والجميل، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اليوم أصبح كل واحد في حارة، هو عياله مرتاح وكل شيء، وها ولا يلتقون الناس إلا في المساجد، نادر ما تقام يفطرون. في بعض الناس يفطرون في المساجد بعضهم مع بعض في رمضان، ويجتمعون ويتناقشون ويشوفون أمورهم، لكن مو مثل الأول. أول كانوا طال عمرك يوم كانهم بدو يدورون المنطقة اللي فيها الروع البير، هذا لا البير الجريب يكون على الماء، قربوا على الماء وشافوا لهم حد من ربل يعرف شوي وصلابهم، وتجمعوا هناك وعيدوا هناك، وكانت أمورهم أكثر متجانسة. اليوم أصبحوا الناس شوية متنافسين مع بعضهم بعض، ولكن الحمد لله اليوم أصبحنا في نعمة كبيرة أحسن طبعا من الأول. نعم، نستفيد طول عمرك من الجامعة الطيبة والكلام الطيب والمحاضرات المحاضرات الدينية والنصائح الطيبة نوجهها للشباب، والمحاضرات الدينية في شهر رمضان المبارك شهر طيب وفيه الصوم والاستغفار وفيه التجمع طول عمرك والزيارات في شهر الخير. واجب على كل مواطن يعني يكون يهتم في الأشياء، يهتم في العادات والتقاليد اللي واجب على كل مواطن، فهو بهالطريقة بهالشكل بهالنظام اللي يسويه يمثل أهله وجماعته والبلدة اللي هو فيها، فهذا المطلوب على كل فرد يعني. بالنسبة للمجلس، المجلس طال عمرك كان في الزمان الماضي يعني قبل حين لحقنا عليه، يعني كان المجلس له دور كبير، يعني تعليم أول شيء يكون من المجلس قبل أن يكون يعني من المدرسة، والمدرسة لها دور يعني تكمل هذا، لكن الأساس يكون في المجالس الرجال يعني تتعلم الصفات الطيبة، المعاني، الكلام الطيب، الأخلاق العالية في المجالس. وكانت المجالس لها دور كبير في ذلك الزمان، كان لها من ضمن دورها يعني تحل المشاكل، كان فيها الأعراس تقام الأفراح فيها، تقام الأمور الثانية، كل شيء، مقابلات في الأعياد كانت كلها، وفي رمضان والجلسات الأيام كلها تكون في المجالس، ويجلسون الصغير والكبير، الصغير يتعلم من الكبير والكبير يعلم الصغير. جالس مثل هذه لا غنى عنها ولو كان عنده شهادة عليا مهما كانت، لأنه طبعا عمرك الأوليين يسمع كلامهم ويسمع الكلام توجيه، لو أنه طبعا عمرك عنده دراسة وعندك شيء هو يستفيد من المجالس مثل هذه. والمجالس طبعا عمرك اللي سواها أنا محمد بن زايد جزاه الله خير، هذه يسمع مني نعمة، لكن ما يتل صراحة نسمعهم يطلبونها، ولكن هذه المجالس بعد يعني يهتمون فيها عالم، وسمعنا أن في حتى بعض الطلبات وفي ناس الكبار وفي الأرامل وفي اللي ما يقدر يوصل مكان بعيد في هذا المجالس يعني يقتضي الأمر فيهن يسدوا الحية، فيه ناس يعني مخصوصين من صاحب السمو جزاه الله خير. بالنسبة
بن آدم يؤدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعه وغفران، الله بالإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان. بن آدم يؤدي فروض العبادة، هذا شهر عفو وطاعه وغفران، الله بالإجلال يكرم عباده، وأعظم هدية في العمر شهر رمضان.